وأبو البيض والقنا يا حسين. عجيبة الأبيات، بس التفتولها وبها ذكر للإمام زين العبادي والعابدين، وإحنا في ليلة هذا الإمام العظيم القدر سلام الله عليه، وليلة جمعة ليلة الحسين عليه السلام. يا أمير القضاء كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام وأبو البيض والقنا، وأبو البيض والقنا رب ولد قد عصت والدا كريما هماما، وأبو البيض والقنا رب ولد قد عصت والدا كريما أماما. سيدي إن دهرا أخنى عليك أبا عبد الله، إن دهرا أخنى عليك لدهر عيرته الدهور عاما فعاما، إن دهرا أخنى عليك لدهر والله عيرته الدهور عاما فعاما، بل ويوما قتلت فيه ليوم قد كسى ثوب حزنه الأيام. سيدي أنسى إي والله، بل ودغر بل ويوم عيرته الدهور والأيام، لست أنسى كرائم الوحي أضحت بنات محمد. شلون أضحت؟ لست أنسى كرائم الدهر أضحت، حائرات لما فقدنا الكرامة. إي والله، أي رزء من المآسي تقاسي في قلوب أذكت بهن أواما، نهب رحلين أم فقدهن حسينا وبني غالب هما من هما. يبكن على هاي على هاي على هاي، نهب رحلين أم فقدهن حسينا وبني غالب هما من هما. أو بعد يبكن على شي رابع، وإذا حن في السبايا يتيم جاوبته أرامل ويتامى، وإذا حن في السبايا يتيم جاوبته أرامل ويتامى ويتامى ويتامى. بعد شنو من مصائب كربلاء؟ وأمين الإله وهو زين العابدين، وأمين الإله في الأرض بعد السبط أضحى مقيدا مستضاما، وأمين الإله في الأرض بعد السبط أضحى مقيدا مستضاما. شلون؟ قيدوه من حلمه بقيود. الله، شو يقولون العرب بشعرهم عجيب؟ قيدوه من حلمه، قيدوه من حلمه بقيود، رب حلم يقيد الضرغام، رب حلم يقيد الضرغام. الدور يلتفت إلى أهل البيت،
يقول لهم يا بني خير والد يا آل محمد، يا بني خير والد ليت عينا ما بكتكم تسهدت لن تناما، يا بني خير والد ليت عينا ما بكتكم تسهدت لن تنام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الليلة ليلة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وأريد أتكلم عن بعض أدوار الإمام زين العابدين عليه السلام، ولكن من خلال بحثنا الطويل وهو بحث تشابه القلوب، من خلاله نعرج على الإمام زين العابدين ونتكلم عن الإمام زين العابدين. هسه بالبداية خلوني أقرأ بعض الآيات الكريمة اللي تمثل عنوان جديد من عناوين تشابه القلوب واتحاد الأفكار وإن تغير الزمان والمكان. عنوان جديد من هذه العناوين وآية جديدة من هذه الآيات هي قول الله تعالى اللي تشابهت بها الأمم. إخواني التفتوا لي، قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية، تفتوا لي جيدا، وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية، هسه الآن أنا راح أذكر رواية آل البيت وتتبين قصة هذه الآية وبعدين ربطها بأمتنا. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا، طبعا وأنا أقرأ الآية يجي ببالي بعض المعلومات، هذا يعني عنوان هذه الآية وارد حتى في سورة البقرة ووارد في سور أخرى، والقرآن كرر ذكره لأهميته. يعني أكو عندي بحث بالتكرار القرآني لعلي أطرحه في وقت إن شاء الله تعالى. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، واضح الكلام؟ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، إلى أن تقول الآيات: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. هسه معلومات أولية بعدين أجل كلمات خلي أفهرس معلومات أولية سريعة بعدين أجل كلمات العترة سلام الله عليهم أجمعين، ومن خلال كلمات العترة خلونا نربط الماضي بالحاضر والمستقبل. بس التفتوا لي جيدا، شوفوا أحبابي، يظهر من خلال هذه الآية والآيات اللي في سورة البقرة اللي الآن سأتلوها عليكم في نفس موضوع هذه الآيات، في نفس الموضوع باعتبار القرآن كرر هذا الأمر، تفتوني، يظهر من خلال هذه الآية والآيات اللي سأتلوها عليكم بعد قليل أن الله تعالى خلق الناس ليرحمهم، خلق الناس لينقذهم، خلق الناس لينجيهم، ملتفتي لي ولا؟ ولكن النجاة والإنقاذ والنجاح وما شئت فعبر لا يكون إلا من خلال واسطة، هاي الواسطة مرة تكون فلان اللي يشخص الوحي ومرة يكون فلان الآخر اللي أيضا يشخص الوحي، والاعتقاد بهذه الواسطة والخضوع لهذه الواسطة والتواضع لهذه الواسطة وتعابير من هالنوع كثيرة لهذه الواسطة يكون ضروريا، وإلا فإن الإنسان سيتعرض إلى العذاب، العذاب إما يكون دنيوي وإما شي يكون أخروي. ولكن بالنتيجة إذا استكبر وتكبر على وسيلة النجاة
وما خضع وخشع أمامها بالنتيجة سينزل عليه العذاب. فضرورة الاعتقاد بهذه الواسطة الإلهية ووسيلة النجاة الإلهية تشكل ضرورة قرآنية لا مناص عنها، وهي موجودة في كل زمان، فالتفتوا جيدا. ولهذا احنا اتباع آل البيت، البحث راح يصير مشوق اكثر، بس البداية يكون احكي هذا الحكي بعدين ندخل بالعمق. ولهذا احنا اتباع آل البيت لما الغير يشوفنا نخضع ونخشع لآل البيت عليهم السلام، انما نفعل ذلك لانهم شنو؟ واسطة على راسي، ووسيلة شنو؟ نجاتنا وقبولنا ورضا الله عنا. ما نفعل ذلك جهلا او اعتباطا او شغل وعمل ما عندنا، نمشي للحسين 600 كيلو لو 400 كيلو لو 100 كيلو لو 80 كيلو، ونقيم مجالس ونتعلم علومهم ونعلم علومهم ونقتدي بهم ونذكرهم ونحيي امرهم هذا مو جهلا او جاي من فراغ او شغل وعمل ما عندنا ونترس وقتنا بهاي الامور، لا ابدا. اكو عندنا عقيده بالموضوع قرانيه وخطيره ومهمه، ومن دونها يكون عذاب كما يعبر القران الكريم. طبعا اخواني هسه خلوني اقرا ما قاله ائمه ال البيت عليهم السلام في ايات سوره البقره في نفس هذا الموضوع، بعدين شويه ندخل بعمق هذا الكلام المهم. ومن خلال الروح للامام زين العابدين صاحب هذه الليله صلوات الله وسلامه عليه، مثلا قال الامام الحسن العسكري، هذا وين قال؟ قال في قوله تعالى ايات سوره البقره، مو هاي اللي قريتها بس ركزوا وياي. بسم الله، البقره 58 فصاعدا، بسم الله او فنازلا، بسم الله الرحمن الرحيم، واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها شنو؟ حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. جيد. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا نفس. تلك الآيات اللي تلوتها الآن عليكم. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الإمام الحسن العسكري، قال تعالى، الإمام الحسن العسكري يقول واذكروا يا بني إسرائيل، الإمام يقول هاي الآية تخاطب منه؟ اليهود، هم اليهود، عفية يهود وعفية مشاكل اليهود وعفية ضيم اليهود، وش قد تكلم القرآن عن اليهود ومشاكل اليهود. يا إخوان هذا مجتمع معقد عجيب، يعني حتى ألفت نظركم هسه، هذا من وحي المنبر، أنا وعلى المنبر تجيني أمور ما محضر لها، وهي هاي اللي دائما انا اقول اللي انا نكمل الايه وما نكمل الايه، لان هاي تجيني اثناء المنبر تاخذ وقتي. هسه معلومه انا الان اتكلم جتني. اخواني غريب امر ذول اليهود. السحره هاي حقيقه قرانيه ما تقبل نقاش، يعني السحره اللي رباهم فرعون وكانوا عايشين بنعمه فرعون كما يدعي فرعون انه انتم عايشين بنعمتي. ذولا لما رأوا من موسى معجزة واحدة ماذا فعلوا؟ ها؟ آمنوا؟ آمنوا؟ معجزة واحدة ماذا فعلوا؟ آمنوا. بل مو فقط آمنوا، لا، هددهم فرعون فتراجعوا أو لم يتراجعوا؟ لم يتراجعوا، فعذبوا وقتلوا من أجل عقيدة من؟ موسى عليه السلام. ليش كل هذا؟ لأنهم رأوا معجزة واحدة منين؟ من موسى عليه السلام. رأسا آمنوا واستمروا، البارحة كان بحثنا وقبلها 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 بالاستقامة والإقامة، استقاموا على أمر موسى وانتهى كل شيء. تعال إلى بني إسرائيل، مجتمع غريب والله غريب. تعال بني إسرائيل كم معجزة رأوا؟ تقدر تعدهن؟ ما ينعد، لأن حياة موسى كلها معاجز. اقرأوا القرآن، حياة موسى كلها معاجز. استفادوا يوم ما استفادوا؟ ما استفادوا، كلها معاجز ما استفادوا. ذول السحرة المهيئين أن يقابلون موسى ويكونون ضد موسى، وبمعجزة واحدة آمنوا. ذول جابلهم العمر كل دلال ومعاجز
وراحة. وهاي يشوفون الآيات كلها يمشون بالعكس، كله بالعكس، كله يمشون بالعكس. ما تفهم هذا أمر القرآن المفروض يدرس أنه ذولا شنو من المجتمع حتى نقدر الآن نعرفهم ذولا شنو، نفهمهم ذولا شنو من خلال القرآن الكريم. لأن القرآن بيّن نفسية بني إسرائيل بشكل فظيع. طبعا ولعلمكم، ولعلمكم القضية ما توقفت عند حدود بني إسرائيل. من تشابهت قلوبهم مع بني إسرائيل ممن يدعون الإسلام هم كانوا كذلك. وإلا أن أسألكم بالله إيش قد رأوا من معاجز علي بن أبي طالب؟ ها؟ إيش قد رأوا؟ إيش قد رأوا من كرامات علي بن أبي طالب؟ إيش قد رأوا من كرامات الحسن؟ إيش قد رأوا من كرامات الحسين؟ يعني إلى يوم العاشر ذاك اللي قال للحسين تدخل النار والحسين قال اللهم خذه إلى النار، جواد ذب بالأرض وتعلقت قدمه بركاب الجواد وأخذته وذبته بالنيران واحترق لعنة الله عليه في الدنيا قبل الآخرة. جيش عمر ابن سعد شافه يوم شافه، وشافه مباشرة ببرد عائل حسين صلوات الله وسلامه عليه. آمنوا ما استفاد. نصراني آمن اللي هو شنو؟ وهب. ومسلم ما آمن. وأني هاي معادلة قايلها على المنبر سابقا، معادلة عجيبة والله تحتاج إلى دراسة. كبير النصارى لما اجوا النبي للمباهله صلى الله عليه واله قال للاصحابه جماعه النصارى المختار من المباهله، قال لهم اذا محمد جاءنا باصحابه نباهلهم، اما اذا جاءنا باهل بيته فلا تباهلوهم. لما اجى النبي بالزهراء وعلي والحسن والحسين التفت الكبير النصارى اللي خلفه قال لهم انصالح محمد وكل شيء ينتهي ما نباهلهم. قالوا له ليش؟ قال لهم ان اردتم ان لا يبقى نصراني على وجه الكره الارضيه فباهلوا محمدا، فوالله لقد جاءنا محمد بوجوه لو دعت الله على الجبال لأزالتها. وهذا موجود في كتبنا وكتب غيرنا. أيها الأحبة التفتوني، كبير نصارى يخاف من دعاء الحسين، يخاف من دعاء الزهراء، يخاف من دعاء الحسن. وهذا مسلم يلزم الحسين يذبح من الوريد للوريد. صار يوم ما صار ما تفهم شيء. يدعي الإسلام يذبح الحسين سلام الله عليه. ما أدري أكو قصة معروفة لما ابن عبد الملك هشام إن لم تخن الذاكرة جاء على الإمام الباقر، والإمام الباقر جابوا يا الإمام الصادق سلام الله عليه للشام، و الإمام قال له شرايد؟ قال له بالبداية ثلاثة أيام أخر الإمام ما دخله، أذى الإمام بعدين دخله. الإمام قال له شرايد؟ خالني عايف درسي والجامعة مالتي وعايف العلويات وداز علي وصار لك ثلاثة أيام أجني شرايد؟ قال له والله ابن رسول الله عندنا مجلس مع الرمي كبار قومك قاعد يرمون وأريدك ترمي ويانا. الإمام قال له أنا كبر بي العمر الإمام الباقر، أنا هاي شيبة بعد مو مال رمي. قال لا والله إلا شوف رميك. رمى الإمام تسع سهام، سهم يخليه بقلب السهم الثاني بحيث أغمي على هشام، أغمي عليه. المقصود هسه مو هذا كلامي، شوف نصراني ومسلم. كبير النصارى أيها الأحبة لما طلع الإمام سلام الله عليه وقال للإمام ارجع، وشاف النصارى في الشام مجتمعين على رجل قد شد حاجبه بعصابة وسأل شنو هالاجتماع، قالوا له هذا يطلع. وقصة الصور معروفة عندكم، يعني أنا بس أريد أشر إشارة ليش انتم مجتمعين عليه. قالوا لي يا ابن رسول الله هذا يطلع بالسنه مره واحده والنصارى يجتمعون عليه بالسنه بس مره يطلع يشتاقونه. الامام قاعد باخر القوم، عرف الامام هذا لما قام لما طلع امام الناس ولما بدا يسولف وياهم حقق في الوجوه وقع بصره على الامام الباقر ميزه من الالاف. قال له انت القاعد بالاخير منين؟ منا ام من الامه المرحومه؟ الامام قال من الامه المرحومه. قال من علمائها ام من جهالها؟ قال لست من جهالها. تعجب من دقة الجواب. سأل الإمام كم سؤال وقت ما عندي الإمام جاوبه. شوف هذا كبير نصارى قال لهم أرجعوني، هم ذولا بس يردون يستفيدون منا حكايتين، هذا بعد ما سولف استوير يسولف. قال لهم أرجعوني إلى داري للسنة الجاية. قالوا له ليش؟ قال لهم أنا ما أتكلم بوجود من هو أعلم مني، ويقصد الإمام الباقر.
هذا نصراني نصراني وخليفة بني العباس اللي يعتبر نفسه أمير المؤمنين ومسلم يجيب الإمام الحسن العسكري يوم يقول له تعال اركب هذا البغل ما يركب حتى إذا قتل الإمام يخلص منه وإذا ذب الإمام يفشل الإمام وهذا اللي يريده. توقع شوف عقلية هذا وعقلية هذا. ويجي الإمام ويأخذ هذا البغل ما يركب ويركب عليه سلام الله عليه والبغل هادئ ومطمئن ومرتاح وينزل الإمام. ثاني يوم يدز على الإمام شوف الجهل يذب الإمام ببركة ما السباع مجوعها حتى تأكل الإمام فتخضع أمام الإمام سلام الله عليه وتسبح الله بين أقدامه صلى الله عليه. وبهت الذي كفر. هذا نصراني يقولهم أنا ما أتكلم بحضور من هو أعلم مني. وهذا الغبي يوم يجيب الإمام يذبه بالسباع يوم يقول له اركب بغل يوم يقول له ارمي سهم يوم يقول له مصيبة. عمي مصيبتنا كبيرة. تاريخنا كله مصائب كله مفخخ تاريخ كله مفخخ من رأس الرجل مفخخ. جاهل من الجهلة صعلوك من الصعاليك ليالي حمراء إلى آخره. وهذه حقائق أنا ما أحب أسيء أدب لكن هذا الواقع. يوقف الإمام الصادق العظيم سيد العلم والعلماء سيد العلم والعلماء منبع العلم والعلماء إمام العلم والعلماء 73 سنة ملأ الكون علما ملأ السماء والأرض علما. يوقف هذا العظيم اللي تعجز الألسنة عن وصفه والعقول عن إدراكه حتى يقول له أما تستحي من شيبتك يا جعفر. سكران هو جنابه كارع خمرة من الليل للصبح. أما تستحي من شيبتك يا جعفر يقول للإمام. يا أخي ألم ألم. تقرون في كتب المقاتل بكتبنا وبالطبري وكتب الغير وإلى آخره كبير واي أكل عن ذلك. سوي دراسة مقارنة تطلع بنتيجة مخيفة مرعبة والله مخيفة. جاي من الروم ونصراني ويشوف رأس الحسين وقال له هذا منه رئيس ابن بنت رسول الله. قال له ولك احنا عدنا ما ادري حافر حمار عيسى نقدم للقرابين وانتم تذبحون ابن بنت نبيكم لا بارك الله بكم. وبعدين قال له الان عرفت انا شنو قصد الرؤيا اللي رأيتها البارحة اني شفت النبي نبيكم نبي الاسلام وانا مسيحي. قال لي يا فلان انت داخل للجنة باكر. قعدت من النوم قلت عجيب محمد نبي الاسلام يقول للمسيح اطلب للجنة شلون. اجا قبل رأس الحسين وقال أبا عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله واستشهد قتله يزيد على رأس الحسين. وهذا الغبي صيح ليت أشياخي ببدر شهدوا يطالب بثارات الوليد وجماعة بدر تلك الجية في النتنة العفنة القذرة يطالب بهم لاحظ. هذا وين ذاك وين مصائب. يا إخوان لقيت رواية التفتولي أخذت من وقت الكثير أسأنا الآن هاي السوالف. لقيت رواية واحد يقول للإمام سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله أنا ساكن بالروم الغرب الآن وأنا تزعت من تلك الحياة حياة بيها تحلل وبيها وبيها أريد أجي أسكن هنا أقلها بلاد إسلامية وناس مسلمين. الإمام قال له أنت بالروم تقدر تثبت علومنا يوم تقدر. قال نعم أقدر ما حد يمنعني. قال له وهنا قال له يقطعون رقبتي. قال له ابقى هناك احسن دافع عنه هناك ما يخالف هنا لا ممنوع. هاي القديم نفس الشيء القديم قال له ابقى هناك احسن دافع عنه وعرف الناس آل محمد افضل مما تجي هنا بس يدرون بيك انه تحبنا يقطعون رقبتك ثاني يوم يقتلوك. وذاك يوم وهذا اليوم نفس البرنامج ونفس الثقافة ونفس البؤس اللي يعيشه المسلمون الآن مع الأسف. هذه كارثة. أمة جاهلة والله يا إخوان. أقرأ يعني تتعجب على البؤس اللي وصلت لها هاي الأمة تحتاج إلى دراسات معمقة. ما عندنا ما قاعد أشوف أكو دراسات تريح القلب ما قاعد أشوف مع الأسف. أقرأ في كتب التاريخ يعني ما تدري عليها من تتعجب على هذا على هذا تقول أنا مشتبي معقول. المتوكل العباسي الكاتب مالته نصراني مثل ما بينت أنا قبل كم ليلة المستشارين نصارى ويهود وإلى آخره كاتب نصراني. فكان يقول له يا أبا نوح لا كلش خلوا بالكم يمي لا حد هذا يا أبا نوح. يقول كتب التاريخ تقول فقهاء قاعدين بصف المتوكل العباسي فقهاء إيش مال اسمهم فقهاء فقهاء مال المسلمين. قالوا له يا أمير المؤمنين لا تكنيه ما يجوز تكنية الكتابي هذا مو مسلم التكنية احترام
هذا نصراني؟ قل له اسمه شنو يا أبا نوح تحترمه؟ شيء غريب. هو أنا والله يعجب، هو كاتب ما حد يعترض عليه، كاتب الأمة، كاتب خليفة المسلمين، ما حد يقول خليفة المسلمين، ليش كاتبك نصراني؟ إحنا ما عندنا كتاب مسلمين؟ ما يعترضون على الكبيرة، يعترضون على من؟ ليش تقول له يا غريب؟ يعني ما تعرف شنو هذا؟ شنو لك شنو من عقول هاي؟ ما يقولون ليش مستشارك نصراني يهودي؟ ليش كاتبك نصراني يهودي؟ هاي أساسية ما يعترضون عليها، يعترضون ليش تقول له أبو فلان؟ قل له فلان. شنو من جهل هذا؟ أي أمها؟ هاي العقول وين كانت؟ ما أفهم. قالهم يعني ما يجوز؟ قال له لا ما يجوز. قالهم ها، دز كتاب للإمام الهادي عليه السلام. قال له أنت شو تقول يا ابن رسول الله؟ الإمام قال له مو أنت عندك فقهاء ذولا رواتب كل واحد يستلم 1000 دينار ذهبي، 1000 مسكوكة ذهبية بالشهر، ويأكلون هالدسومة هاي كلها قاعدين على الولائم والعزائم، ذولا فقهاء كانوا يجاوبون. قال له والله يا ابن رسول الله ما قنعوني، بس أنت تقنع. الإمام قال له يجوز تكنيته، ويبغت على هاي كأني يقول له يا بانوح وكو أسرار الدولة كلها رايحة، الأمة كلها مقلوبة، تعال تكنية. شنو الدليل يا ابن رسول الله يصير؟ قال له الله بالقرآن قال تبت يدا أبي لهب كن الكافر، والنصراني من باب أولى تكني، الله الكافر كنا، قال أبو لهب. تتوقعون شنو كان جوابه للإمام؟ والله لعله ما حد يصدق. يقول لما قرأ جواب الإمام قال إنها فتوى رافضية. توقع إنها فتوى رافضية، رافضية. شوف البؤس. جيد، هسا خلنا نرجع البحثنا. هسا احنا كنا نتكلم بيا إمام. آه جزاكم الله خير، حكي يفرح هذا الإمام حسن عسكري. يقول واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا، الإمام شي يقول لأسلافكم، يعني يظهر الله يخاطب بهاي الآيات اليهود اللي كانوا وين؟ بزمن النبي صلى الله عليه وآله. وإذ قلنا لأسلافكم ادخلوا هذه القرية وهي أريحة من بلاد الشام، وذلك حين خرجوا من التيه. صار لهم 40 سنة تايهين، عقوبة ما استفادوا، 40 سنة عقوبة ما فات. الله انتقم من الأوائل اللي ظلموا آل محمد، الأواخر ما فات بياهم. اجوا بني أمية الله انتقم منهم لأنهم ظلموا، اجوا بني العباس ما استفادوا. الله انتقم من بني العباس لأنهم ظلموا، اجوا المماليك ما استفادوا. الله انتقم منهم لأنهم ظلموا، اجوا العثمانيين ما استفادوا. الله انتقم منهم لأنهم ظلموا، جاء من بعدهم من جاء وشنو ما استفادوا. يا أخي تشابهت. غريب والله غريب. ما ادري هذا البشر شنو ما قاعد يفهم، ما يستفيد ابدا. فكلوا منها من القرية حيث شئتم رغدا واسعا بلا تعب ولا نصب. يقول الباب، التفتوا هنا التفتوا هنا التفتوا، وادخلوا الباب، قال باب القرية، يا قرية أريحة، سجدا سجدا. شو يقول الإمام الحسن العسكري؟ قال مثل الله على الباب، مثل الله على الباب مثال محمد وعلي. مثل الله على الباب مثال محمد وعلي، وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال، ويجددوا على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما، وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهما. بحث أول ما بديت بهذا البحث بالنجف تكلمت عن عالم الميثاق وعالم الذار وعلى بني إسرائيل وعلينا وإلى آخره، تكلمت مفصلة 3 محاضرات إذا يتذكرون الإخوة. المهم، وقولوا حطة، يعني شنو يا ابن رسول الله؟ قال الإمام أي قولوا إن سجودنا لله جل وعلا، أن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي. اللهم صل على محمد وعلي محمد.
إلى آخر روايات كثيرة يذكرها هنا سيد هاشم، عندي موجودة كثيرة أتركها لوقت آخر. هذا الكلام موجود في البرهان في صفحة ملاحظ في صفحة 141 فصاعدا، روايات كثيرة ذاكرها السيد رحمة الله عليه، أتركها إلى وقت آخر. إخواني من خلال ذلك يتضح أكو حديث، ما أدري حديث السفينة، متواتر عند المسلمين، متواتر عند المسلمين أنه مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينتي نوح. ما أدري من ركبها، أنا جامعة على غير وهوى، ما أدري الأحبة يدرون هذا بيتكملة لو ما يدرون بكتب الغير، هذا بيتكملة. وأنهم أتمنى أهل المطالعة يدرون أنا إيش قاعد أقول، أتمنى الإخوة يطالعون يشوفون كلامي دقيق يولا، أتمنى عليكم. هذا حديث السفينة ترى بيه تكملة، بس إحنا دائما نبتر هاي التكملة مع الأسف في كتب الغير وفي كتبنا. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى وأنهم، هاي في كتبنا وكتب غيرنا، وأنهم باب حطتكم يقول رسول الله. ما دامهم باب حطتكم عليكم أن تدخلوا منين؟ من هذا الباب. زين كيف تدخلون من هذا الباب؟ على رأسي بولاية الإمام علي، ولكن بتعظيم واحترام وأدب وخشوع وخضوع، باعتبار الله أمر أولئك أن يسجدوا أمام الباب حينما يدخلوا من الباب ويقولوا حطة. فالدخول من هذا الباب يجب أن يكون شنو؟ بأدب واحترام وكل ما هو فيه تعظيم وكل ما هو فيه تكريم لأصحاب هذا الباب. أنا مدينة العلم وعلي بابها، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. التفتوا جيدا في آية أخرى، ولكن البر من اتقى. بعد وأتوا البيوت من أبوابها. هسه هنا أكو بحث أنا طارحة سابقا عجيب، مرة يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التفتوا لي اتقوا الله وشنو يعني تقوى الله؟ لا يكون إلا من خلال شنو؟ الكون. لا الكون مع يصير تقوى من دون مقر. مرة شي يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ترى نفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وشنو وكونوا، شنو الفرق؟ ما أدري، فكروا بها شوية. حتى الآية نفس الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آية ثالثة، يا أيها الذين ولكن البر من اتقى، يعني يا أيها الذين آمنوا شنو اتقوا الله، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني شنو؟ يعني ابتغوا إليه الوسيلة. يعني شنو؟ يعني وكونوا مع ثلاث آيات، لكن مؤداها ونتيجتها شنو؟ واحد. كونوا، ابتغوا، ادخلوا سجدا، قولوا حطة، اتغيرون شنو؟ تكونون من الذين ظلموا، لأن القرآن ماذا يقول؟ يقول فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. وهسه يظهر هاي هم تشابهت قلوبهم، يعني الله جل وعلا كل ما يخلي باب حطة لقوم الجماعة يدخلون حسب ما أمرهم الله ويغيرون، يظهر هم يغيرون. مو بس النبي، تشابهت قلوبهم، النبي والقبلة والأقوام اللي قبل قوم النبي صلى الله عليه وآله، الأقوام كلها كانت تبدل وتغير حسب مصالحها ومشتهياتها وإلى آخره، تشابهت قلوبهم. والله هم كالعادة ينزل عليهم إما عذاب مادي أو عذاب أخروي إلى آخره. وطبعاً هسه أول من غير وبدل على باب حطته هو إبليس، وكل من جاء من بعده فهو ماذا؟ قلبه متشابه
الله اسجد لآدم، ادخل الباب سجدا، ما قبل. كل من جاء من بعده كذلك. هسه أكو بعد عندي كلام أأجله لليلة الآتية، وإلا أنا جايب وياي ما يقارب 6 أوراق 7 آيات وأبحاث وإلى آخره. هذا المعترك إن شاء الله باكر ندخل به. الليلة قريت نص صفحة من هاي الهوسة كلها، نص صفحة، حتى أنطي حصة للإمام زين العابدين بما تبقى لي من الوقت. إخواني، النجاة في كل شيء مع النبي وآل النبي صلوات الله عليهم أجمعين، وإلا تكون الخسارة. وأكبر شاهد على ذلك حتى من حيث الواقع العملي، مو فقط في المجال الغيبي اللي أنا دائما أتكلم به، حتى من حيث الواقع العملي، تعال إلى مقابلة آل البيت عليهم السلام للأحداث، وإحنا الآن نمر بمشاكل خطيرة ونمر بمنعطفات رهيبة رهيبة مخيفة. ما أدري الأحبة يدرون بخطورة الأوضاع اللي حولنا يوم ملتفتين. أكو عندنا تراث ضخم من خلاله نقدر نعرف كيف نتصرف مع الموجود، وهذا كلامي مهم، لأن أكو عندنا مشاكل حتى داخل بيتنا الشيعي الآن. أكو عندنا عدة قراءات للأحداث وعدة قراءات لكيفية مواجهة الأحداث، التفتوا لي جيدا. ومع الأسف هاي القراءات المتعددة بدل أن تكون تكاملية ونطلع منها بفكرة موحدة، صار بعضها مع الأسف سبب تقاطع حاد وشديد بين أتباع آل البيت أنفسهم. صحيح ولا؟ وهذه مشكلة. إخواني، إحنا عندنا تراث ضخم في مقابلة الأحداث وتشابه الأحداث اليوم بالأمس وكيفية مقابلة آل البيت لهذه الأحداث. فنقدر نقرأ الأحداث اللي مروا بيها واللي نمر بيها إحنا الآن، وكيفية مواجهة أهل البيت لها، وإحنا هم شلون نواجهها حتى ننجو كما نجى الشيعة في زمن آل محمد. وهذا كلام مهم للغاية ودقيق جدا، التفتوا له جزاكم الله خير. هسه الآن خلي ب10 دقائق أنطي مصداق الإمام زين العابدين صاحب هاي الليلة، وإلا كل إمام تصرف شكل سلام الله عليه، وزمنه كان شكل وهو تصرف بما يتلائم مع زمنه. هسه خل اجي زين العابدين. طبعا تدرون هسه اترك عنك كربلاء وخطب الامام زين العابدين بعد كربلاء وبالشام وبالكوفه، هاي كلها اتركه. الامام رجع الى المدينه، لقى اكو مشكله بالمدينه، التفتوا لي، نريد نحلل. احنا الان عالم المشاكل كثيره في مجتمعنا، احاول اربط الامور بالامور، واحنا في تشابه القلوب وتشابه الاحداث حتى بقيت الله نثقف مجتمعنا. أكو مشاكل عندنا ما أقدر أوضح أكثر، أتكلم من بعيد حتى ما أسيء لأحد. إحنا نريد نصلح، ما نريد نفرق، وإحنا نريد نصلح، إحنا نريد نلم الشمل، إحنا نريد الناس يتآلفون، إحنا نريد نوحد النظرة، مو نريد نفرق الناس ونأذي الناس وإلى آخره. ولهذا أتكلم من بعيد، أنتوا بعد كون تأخذون ما بين السطور. الإمام سلام الله عليه رجع للمدينة، شاف أكو مشكلة كبرى بالمدينة يواجهها آل البيت. شنو المشكلة الكبرى؟ واحد، الإمام شاف ثقة الناس بأهل البيت ضعضعت. ليش؟ باعتبار كان أكو إعلام قوي، الإعلام الأموي، الإعلام صلت كل قواته كل قوته على آل البيت عليهم السلام، وبيّن أن ذولا أهل كرسي، ذولا أهل مشاكل، ذولا يدورون كرسي، وعرضوا أنفسهم للقتل، وعرضوا أنفسهم للإبادة الجماعية، وعرضوا وعرضوا وعرضوا، وخلوا الناس كلها تتكلم على آل البيت عليهم السلام. هذا واحد. زين، الإمام ما عنده وسائل إعلامية مثل ما الجماعة عندهم، الجماعة دولة دولة. وأتصور أنتم اليوم تشوفون شنو الإعلام إيش قاعد يسوي، تشوفون لو ما تشوفون. هسا الطريف الآن يسمون الإعلام السلطة الرابعة، لكن هو في حقيقة الرابعة يو الأولى. والله يا سيدي الآن الأولى، صار السلطة الأولى مو الرابعة، الإعلام الآن أصبح السلطة الأولى. قاعد يلعب جولة الإعلام، دول سقط الإعلام، صح ولا؟ فالإمام شاف الإعلام كله ضدهم، وهذا خلق إرباك عند الناس في نظرتها لآل البيت من جهة. 2، الإمام شاف أنفاسه معدودة عليه، لأن كربلاء استوها منتهية، العلويين قلوبهم مشحونة ضد الأمويين، فكانوا يخشون من ثورة مضادة يقودها زين العابدين. ولهذا الإمام كان محاصر بشكل فظيع جدا، محسوبة عليه أنفاسه وعلى شيعته سلام الله عليه. فمن جهة أكو مشكلة مع الناس، ومن جهة أخرى أكو مشكلة مع الدولة المراقبة الإمام ومسلطة كل قوتها على الإمام، وتريد في الواقع
يعني نقطة ضعف صغيرة حتى من خلالها تقتل الإمام، لأن الدولة حست بخطأ أنها لم تقتل زين العابدين في كربلاء. درت هي ارتكبت خطأ فظيعا بترك علي بن الحسين. أنتم قتلتم الرضيع، فلما تتركون علي بن الحسين؟ أبيدوهم وخلصوا الأمة منهم. زيد العابدين كان فرصة قتلوه، محمد الباقر 64 فرصة قتلوه، ليش عفتوهم؟ فالدولة كانت، وتدري هذا يزيد اللي أقدم على قتل الحسين يخلي زين العابدين، اللي ارتكب كربلاء ما يخلي زين العابدين، اللي هدم الكعبة، اللي أباح المدينة ما يخلي زين العابدين. ولهذا كان يبحث عن نقطة صغيرة حتى يصلح الخطأ اللي ارتكبوه في كربلاء، وهو ترك السجاد وترك محمد الباقر. كان يريد شيء بسيط عليهم حتى يصفيهم ويصلح خطأ كربلاء. جيد، زين الإمام يشوف منا هكذا والناس هكذا، ايش سوى الإمام زين العابدين؟ تفتوا، تقول كتب التاريخ خرج الإمام من المدينة وسكن الصحراء لثلاث سنين، خلاله بيت شعر بالصحراء وقعد يصلي به والسلام، قعد يصلي به. دول المراقبين الإمام أهل التقارير الله يقطع أيديهم إن شاء الله، دول يكتبون تقارير عن الناس ويهجمون بيوت، ماكو هم دول يكتبون الدولة الأموية، يكتبون يا ترى هذا مو مثل أبوه، هذا ما له ربط، لا يريد يطلع ولا يريد يقاتل ولا كذا، هذا قاعد بالصحراء يصلي ويبكي على أبوه، ما له ربط، حتى الناس عافهم أبدا. ولهذا لما توصل هاي التقارير بشكل يومي بشكل يومي، التسليط الأضواء على الإمام من قبل المخابرات وغيرها اللي كانت الدولة الأموية تقل يوم تقل تقل، الضغط يقل، المراقبة تقل، الحبل يرخى، التفتوا. هذا من جهة. من جهة ثانية، الإمام لما ابتعد عن المدينة مسائل شرعية ما حد يجاوبها، المريض ما حد يداوي، أهل البيت كانوا حتى المرضى يداووهم، هسه يداووهم من خلال هذا الدواء يعني الطبيعي لو من خلال الأمر الغيبي، كانوا كل شيء عندهم، كل العلوم عندهم. فلما الإمام ترك بركة وعين ومدرسة وجامعة وصلاة جماعة بمسجد النبي وإجابة مسائل شرعية ما حيجاوبها ومساعدة الناس، فتح المضيف، فقير ماكو بالمدينة وهو موجود وهو كان يعود الفقراء سلام الله عليه، هاي كلها لما ثلاث سنين ترك المدينة أحسوا بفراغ وما أحسوا الناس، فرجعوا إلى آل محمد، أرجع الناس وخفف الوطأة عليه من خلال وجوده في الصحراء لثلاث سنين سلام الله عليه. هذا الشغل. طبعا كتب التاريخ تقول كان يزور جد أمير المؤمنين وهو في الصحراء، يعني يجي للعراق يزور سرا ويرجع، كان يزور الحسين سرا ويرجع سلام الله عليه. جاءه وفد، كتب التاريخ تقول جاءه وفد من العراق قالوا يا ابن رسول الله ريد نطالب وثار الحسين قوموا ويانا. هسه الوفد فعلا جاي أو الدولة الأموية دازته حتى تشوف ردت فعل الإمام؟ تدري الدول كل شيء تسوي، موتشي كل شيء تسوي. الإمام سلام الله عليه قال لهم أنا بالنسبة إلي أريدكم لا تكونون ويانا ولا علينا، بس كفونا شركم، ما نريد منكم شيء، لا بارك الله بكم، أنتوا أبوي قلتوا لنا القاتل تالي خذلتوا والسلام. يعني يا ابن رسول الله ما تقوموا ويانا؟ قال لهم لا أبدا ما أقوم وياكم، الآن مو وقت معركة، أنا أعرف بالزمان منكم وأعرف بالرجال منكم، زين شو تريد منا؟ قالهم لا ويانا ولا ضدنا، رجعوا لبيوتكم، ما نريدكم، أنا أعرف شيعتي، أنتم مو من شيعتي. وهكذا بقي لثلاث سنين. مولانا كتب التاريخ تقول وفود قام تجي للإمام بالصحراء من المدينة، ذول اللي صار عندهم شك بآل البيت، يا ابن رسول الله ارجع إلى مدينة جدك، الفراغ الموجود في مدينة جدك لا يسده إلا أنت يا علي بن الحسين. اتيتمنا من بعدك يا ابن رسول الله. من خلال هالتصرف الحكيم الإمام سلام الله عليه خفف كل شيء عليه، ما أنطى في الواقع لزمة مثل ما نعبر بتعبير الشعبي للدولة الأموية حتى الصفيه حافظ على دمه، لأن عنده فوق 30 سنة كون يؤدي واجبه، أرجع ثقة الناس إلى آل البيت عليهم السلام، فرجع إلى المدينة. إخواني مو فقط ذلك، هذا مسرف ابن عقبة هو أصل مسلم، علماء الفريقين يسموه مسرف لإسرافه في الدماء، إنسان فتاك وقت ما ظل عندي أنا على الإمام سلام الله عليه الشهادة دقيقتين بسرعة بسرعة أحكيهم، ما يعرف شيء، يعني إنسان فاجر ماجن قاتل، بحيث لما أرسل عليه يزيد جابوا له هي على سدية مريض
قال له انت يظهر مو مال تروح تأدب اهل المدينه اللي ثاروا ضدنا، انت مريض بالسدي. قال له لا، رزق ساقه الله الي في اخر عمري لا تحرمني منه. راح هتك المدينه وبعدين اجى يريد يهدم الكعبه فمات في الطريق، لعنه الله على هلك. انسان قاتل فتاك مجرم بما للكلمه من معنى. هذا لما اجى للمدينه ترجع للمدينه قال لهم صحابه مو صحابه، فلان فلتان لحيه عمامه، جيبوهم كلهم مثل النعاج. يلا جابوهم، تبايعني، هاي اول بيعه بالاسلام هيك، تبايعني على ان تكون عبدا ليزيد بن معاويه. الناس هم كلها بايعت على ان تكون شنو؟ عبيد ليزيد. وختم، كتب التاريخ تقول وختم على جباههم انه انت عبد ليزيد حتى يذلهم. قتل النساء، هتك الاعراض، قتل الرجال، لعب ما لعب. قال لهم وين علي بن الحسين؟ التفتوا شويه، التفتوا، الاعراض كلها هتكت في المدينه. كتب التاريخ تقول مجلس الحرمه ما نقدر نسولف، الف بنيه الى اخره. لما دخل المدينه قال لهم هتكوا تكون هتكوا، لكن جنبوني علي بن الحسين. هو قال لهم وعرض العلويات وبنات رسول الله جنبونا هذا الامر، لان علي بن الحسين التقارير تقول ما له ربط بينا، فما دام ما له ربط بينا ما لنا ربط به، بس اريده يجي بايع. دزوا على الامام سلام الله عليه، اجى الامام. هذا اللي اجى ويا الامام يقول لما اقترب من مسرف ابن عقبه هذا الطاغوت تمتم الامام بكلمات سلام الله عليه، فلما وصل اليه قام له ورحب بالامام ثم قال ارجع معززا مكرما يا ابن رسول الله، لا حاجه لنا ببيعتك، ما نريدك تبايع. فلما رجع الامام هذا اللي قال له روح جيب الامام، قال له انت خليتني اجيبه والى اخره، زين شو ما خليته يبايع على ان يكون عبدا لاستجير بالله. الامام يبايع هذه البيعه اعوذ بالله. قال له انا مسولفي لي عن هيبه هذا الرجل، بس ما كنت اتصور هذا الرجل بهذه الهيبه والابهه والعظمه، اخذني جماله وجلاله ونوره وهيبته. طبعا ما اقدر، كل شيء تغير عندي من شفته، ولهذا ارجعت. هذا راح للامام قال له يا ابن رسول الله انت لما دنوت من شفته قمت تحكي ويا روحك؟ قال له احنا اكو عندنا اسرار آل البيت، ومن هاي الاسرار اكو عندنا ادعيه خاصه نرد بها الظالمين، فقراتها في وجهه، او قرات هذا الدعاء بوجهه، وكفاني الله شره لعنه الله عليه. بالنتيجه نجح على مستوى الناس، نجح على مستوى الدوله، نجح على كل المستويات سلام الله عليه بحكمه عجيبه. انا اقول بما تبقى لي، خلص وقتي راح، انا اقول ليش احنا الان ما نستفيد يعني هذا عصرنا الحاضر من هالتجارب العظيمه هاي؟ ما اعرف. لكن هذا الامام دفع ضريبه غاليه وثمن غالي صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللي دخل الى الشام ويقول شفت اهل الشام بفرح وعيد وقبول ويرقصون فرحانين، واحد يقول للثاني ايامك عليك مباركه. عجيب. انا ادري الاعياد الفطر والاضحى، اما عيد بصفر انا ما شايف واحد صفر عيد. سهل ابن سعد يقول ما انا ما اعرف اكو عيد في صفر، والنساء ترقص والناس لابسه ملابس زينه والاوضاع عجيبه كلها فرح. يقولوا شفت شيخ قد اعطى وجهه للحائط وظهره للناس يبكي، شيخ كبير. يقول انا عفت الفرحانين اجيت لليبكي، قلت له يا شيخ انت ليش تبكي والناس كلهم فرحانين؟ يقول قال لي يا رجل دعني وشأني، انت عفت هذا الفرح والضحك والرقص والصفق، عفت هذا كله وجيت علي انا الابكي؟ روح صفق وياهم وارقص وياهم، ايش عندك جايني؟ يقول قلت له لا تخف يا شيخ، انا سهل الساعدي ممن راى النبي وسمع حديثه صلى الله عليه واله، لا تخاف مني. يقول قال لي يعني انت مأمون؟ اي مأمون. قال لي والله انا متعجب السماء شلون ما تقع على الارض وتقتل الناس ما على الارض من ناس وغيرهم في الواقع، وتحرق الارض ومن عليها، وكأي فرح اي عيد، الله لا يبارك بيهم وبعيدهم. يقول قلت له انا ما فاهم شيء، شنو ايش صاير؟ قال لي ذولا يرقصون لان عائله رسول الله راح تدخل بعد قليل من هذا الباب. هسه احنا مصرع الامام باكر نقرا يوم الامام زين العابدين، الليله نحوم على زين العابدين سلام الله عليه، يعني باكر نقرا مصرع زين العابدين ان شاء الله. المقصود
يقول قلت له عائلة رسول الله؟ قال نعم، ومعها رأس الحسين بن رسول الله، وراح يدخلوا من ذيك الباب. يا باب، قال لي باب الساعات، اسأل عليها وين باب الساعات. يدلوني، سألت وين باب الساعات، قالوا لي هاي الباب. يقول وقفت يا الناس الفرحانين، بعد قليل أشوف ضعن أقبل. يقول وعساني لا شفت الضعن، نسوان مربطة. هسا على شنو تضحكون؟ على شنو فرحانين؟ خطصير هاي النسوان نسوان يهوديات، لما أشوفها مكتفة ويضربوها قلبي ينكسر عليها. أقول هاي مرة ليش تضربوها؟ وهذا طفل شنو ذنب تضربوه؟ الله لا يبارك بيكم. فكيف إذا كانت النسوان والأولاد أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شل قسوة. يقول نسوان مربطة، مرة مربوطة بمرة، وإيد مربوطة بإيد، وعنق مربوط بعنق، الطفل رابطي ويا الأم، والأم ويا المرة اللي بصفها. فد منظر مؤلم يفسر الصهر. يقول ورؤوس على الرماح مشالة، حتى طفل عمره 6 أشهر قاطعين راسه وخاليه على الرماح، ويفترون بي صار لهم أكثر من شهر في الواقع. شنو هالكارثة هاي؟ شنو هالضيم هذا؟ المقصود أيها الأحبة، يقول اجيت أنا إلى امرأة خفرة مصونة عظيمة. يقول حسيتها مو امرأة عادية، هاي الامرأة خاليها قدام الضعن، قدام الضعن، والناس تتفرج عليها وهي تقول شمال الناس تتفرج علينا، والله شمال الناس تتفرج علينا، عمت عين اللي يصد بالعين لينا، والله لينا يغسل قال للميت ولينا، ورايس على الرمح لينا يتفكر. يقول حققت النظر لها وأنا متألم، قالت لي يا رجل لا تنظر إلي، أنا زينب ابنة رسول الله، ابنة أمير المؤمنين، وكما تخاف من الله أنت؟ قلت لها سيدتي مو شماتة، متألم عليكم، أنا خادمك سهل، يا ابنة رسول الله هل من حاجة أقضيها لكم؟ انتوا هسه بشدة على محمد أرد أخدمكم. قالت لي مرحبا بك يا سهل، ذاك إمامك زين العابدين، لا تكلمني ما أحب أكلم رجل، أنا زينب ابنة رسول. جاوينا جاوينا أبو صالح فخر عدنان، خلي يقصد أمية ويذبح الرضعة ويدوس على الخشوم ويسبي النسوان، وكل من نظر زينب بعينه يعميها. اي والله عينه يعميها. يقول جيت إلى الإمام زين العابدين، رأيت الإمام قد ارتدى ثوبا أحمرا، قلت يا سبحان الله. يا إخوان زين العابدين مظلوم، الإمام المظلوم، صاحب الكبد المسموم والقبر المهدوم، كل الظلامات مجتمع على هالإمام. ها نعم أيها الأحبة، قلت يا سبحان الله، أفي مثل هذا اليوم يرتدي الإمام لباسا أحمرا؟ لما دنوت من الإمام شفت الثوب مو أحمر، ولكن دم رقبة الإمام. يقول سمعت ينادي ويصيح واد الله، أين عشيرتي؟ وين بني عشيرتي؟ يا بش صاير بأهلنا ولا لفونا، اش بيكم أهلنا؟ والله لا لفونا، وبين الأجانب ضيعونا، يدرون بينا راحبونا. يا بني خا ولا كان يسمعونا، يا اهل الحميه ما تجونا، والله ما تجونا، من ايد الاعادي تخلصونا. يقول يصيح واد الله، اين عشيرتي؟ دنوت من الإمام، سمعت الإمام يقول لسان حال، يا بوان الطارش يا خيد سلامي. إيه المناخ سلامي، وانا الطارش يا
الليل يا خيل سلامي ويوصل لهلي وقومي وعمامي وش يقلها؟ والله عمامي ويقلها الجامعة أكلة عظامي والله يقلها الجامعة أكلة عظامي ويقول حسين أبويا انشت الوامي والله يقول حسين أبويا انشت الوامي وزينب عمتي بحاجة محامي